خد عبود. والله العظيم نبدا بخليك كراش. خليها نبدا بخليك كراش كده نشوف الكلام على ايه. يلا نظام نقاط، يلا بينا. شكوران يا نهار ابيض. يا ولد يا لعيب، ده مين ده؟ يد يا عيد. ماشي ليه كده يا ياد؟ ليه كده يا ياد؟ انا كان معايا صاروخ واحد، انا فكرت ثلاث صواريخ. ماشي يا سلام، شوف بصيت له الضرب. يا سلام ايه ده؟ معلش عبود. وراح للزجاجة يلبسها، ما شاء الله عليه. ما خلاص يا جيمر بقى، انا قدامك يجيلك صواريخ، وراك يجيلك قنابل. ما خلاص يا جيمر. يا ابني بقى، يا ابني بقى. ما شفتوش، ما كانش باين خالص، ما كانش. خلاص يا جيمر عدي يا عم، يا عم ايه ده؟ دي اللفه الاخيره. لا اله الا الله. خلاص يا جدعان، خلاص يا جدعان، في ايه؟ يلا يا طيار اعمل اي حاجه، انا جايبك عايزك تطير بقى. يلا بينا. ايوه كده، ايوه كده. نفسي قنبله تجيلي يا جيمر، نفسي قنبله تجيلي، نفسي قنبله تجيلي. متأخرة قوي يا ست الكل. ماشي لما يقرب مني بقى، ده إذا قرب مني يعني. يا فرقعتها بس ما فرقعتش فيه، فرقعتها قدام وجهه. اوعي ها. يا نهار ابيض على الزجاجة بتاعتي، عذبتني.
لا يا راجل بقى، يا راجل بقى، منعه بقى الكهرباء والمنبه والحاجات اللي حلوة دي. ما تجيبليش درع، ما تجيبليش درع، ما تجيبليش درع يا عم، امشي. ده منبه مشحون 990 تفاحة، ايه ده يا عم؟ يا جيمار انت جاي بسرعة ليه كده يا عم؟ كان معاه درع ولا ايه؟ كهرباء، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، اجري. الحمد لله ضربت جيمر، الحمد لله، اهم حاجه ان هي جابته مشحونه. الله ينور على اللي ضربها، بس كده. ايه يا الله بينا. ماشي، ما لحقتش انطلق وما خدتش اصلا حاجه اضرب بيها اللي ورايا. ماشي، شكرا. يا عم اتنططت كتير يا حبيبي، يا ولد يا ولد يا لعيب. طيب حتى انا هيضرب. ماشي، غيرت السيارة وغيرت الشخصية وبيجي لي سرعات برضو. ها، سيبوا لي التفاح. طيب ايوه ايوه ايوه، لا اله الا الله. ها، عشان ايه كده؟ فاضل بس الحجة بتاع، كده فاضل بس الحجة بتاعت الناس اللي بتقول انت بتثبت على الدايرة بسرعة. مش هثبت على الدايرة بسرعة، بس اهو هسيب الدايره خالص براحتها. بس هيجي لي بردوجه المره دي، انا ثبتت عشان عارف ان هيجي لي بردوجه. والله يا عامر سيب لي التفاحه يا عامر، بالله عليك يا اخي. ايوه الله، تعالى جيمر ده. يا جيمر، يا اول يا تاني يا سادس يا سابع. معلش يا حبيبي. ايه لا، ما رضاش يعمل دفعه يا اخي، حرام والله. لمس الارض ودايس عليها والله رميت القنبله وبص، يعني مش عارف، سبحان الله. ما اترمتش، ما رضيتش تترمي يا جيمر. القنابل بتخاف منك تقريبا. رمي القنبله في وجهك وار 2 وبتاع. ده انا عملت ار 2 وانا اللي ضربت القنبله، صورت نفسي وانا بضرب القنبله بالار 2. يا سلام. خلاص يا وحش، خلاص يا وحش. مش استعجلت عليه، بس يلا افترض كنت استنى اخد التفاح اللي جاي ده اللي هو ده عشان يبقى معايا 10 تفاح. ماشي، خايف منه واللفة الأخيرة، مش مستحمل أي تأخير.
ماشي يا جيمر. تعالي. يلا بينا. لا لا لا، ايه ده ايه ده، حرام. كهربا جايه، خد عبود. كهربا ضربتك برضو، ماشي. جيمر طبعا ايه ولع معاه، ضرب كهربا ورجع بعد كده عمل ال، يلا يلا يلا، جاله بردوجة وانطلق. بص بقى الاول خلاص طبعا، جيله اسلحة قوية مش زينا كده غلابة. الرابع بيجيله زجاجة. يا ابني انت القنابل بتاعتك دي مهوشاني يا ابني، وانت يا عم اظبط بقى هنا يا عم. يا عامر عدي يا عامر. ايه ده راح فين؟ لا مبروك علينا الاعدام يا رجال. ماشي. كهربا كمان جاية. ايه يا جدعان ده، ايه ده؟ طب دي مشحونة ولا ايه؟ ده مش مشحونة، كويس يعني ممكن ما تجيبنيش. عدي عدي، كويس. كويس. هي قدامي ما جاب الاختصار تقريبا. جيمر اتضرب بس مش عارف ايه اللي حصل له. وصل جيمر الاول يا ولد، عاش. ماشي. يلا بينا. لا رميتها ورايا بس. ايه ده السرعة ما جاتش. يا جيمر انت بتعمل ايه في اللعبة يا ابني؟ كل ما اجي اضرب قنبلة ما تجيش، مش عارف في ايه. ما جابش الاختصار احسن. يا ولد يا خالد، اخد كمان التفاح. واخد كمان الصندوق، ناقص يضربني خلاص. اوه يا خالد، لا يا لهوي على القنابل اللي بتجيلك وانت مش عارف تستخدمها يا خالد.
لما تجيلك القنابل اللبنانية وراك يا ابني. اهو اتطبق. ماشي تشطيف سمعات فين؟ حلو مازال خالد هو اللي ورايا. لا حلو. اوه يا مفتري، طب عرفني في زجاجة حاول اتفاداها. مين اللي قرب مني جدا ده؟ ده عبود. ما خدتش صندوق، اضربني يا عبود، اقتلني لكي استريح. خلاص ماشي يا عم، زجاجة حمراء ضيعت كل حاجة. لا اله الا الله. حلو عبود احسن عشان اقرب منك، بس جت مصلحة عامر وبيضربوني صواريخ يا باشا. خلاص خلاص اللفة الأخيرة، لازم في بداية اللفة الأخيرة كل حاجة تبوظ. خلاص بقيت السابع في لحظة، الأول محافظ طول الطريق على الأول، فجأة بقيت السابع. خلاص أيوه لقد تحمست قليلا. استنى جيمر. حرام حرام حرام. يلا بينا. لا اله الا الله. طب اديني فرصه البس الزجاج، قلت اغير الاستراتيجيه واحاول اجري في البدايه. البسها عبود. طيب حتى وانا التاني بيجي لي سوبر انجن، انا لسه لحد ما بيجيش لحد مركز تاني اصلا. اعمل كده عشان اطبقه. لا يا عم انا ضربت خالد بس كده كده متعدل. هتسيبي يا واد اشرف وجهي. يا سلام. كنت ناوي اضيع لك مستقبلك يا عبود بس فلتت على فيستو ثاني. ايه ده؟ لا كهرباء ايه في ساعتها ليه؟ لا اله الا الله، كهرباء مشحونة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ليه ليه ليه؟ اوه لا لا عم وسع.
لا انا ما اعش ما اعش ما اعش. طب اجيب لي اختصار بعد كده ضربيني حرام. طيب كده ماشي. يلا بينا. لو والله ما يا ابني بقول بلاش اضربه عشان هو في المركز الاخير مش هيفيدني بحاجه. تضربني انت خد يا خد. عايز تجيب مركز اول خد. امين ازيك يا امين عامل ايه؟ سيب لي التفاح يا واد. اللي ورايا ده جيمر؟ لا يستاهل القنبله. معلش هو لعب اوعى الكهرباء. طب انا اسف. طيب هو الادراك بيتكهرب كده؟ تعالى هنا عشان السرعه. كويس. يا احمد سبعة. الحظ. ما انا لو بيجي لي الحاجات الحلوة بتاعتكم الكهرباء والمنبهات والكلام اللي انتوا واجعين دماغي بيه من الصبح ده. بص بيجي لي ايه؟ ايه ده؟ ايوه يا عم على الاقل بردوجة يا عم على الاقل بردوجة. ايوه كده بس كده زي الفل. وسع بقى وسع بقى كده وسع من سكتي. ليه كده يا عم؟ اتنين بردوجة بس بقيت التالت اهو. كهربا كهربا بسرعة. ايه اختي؟ لا انا قدام شوية قدام شوية. كويس. الدراع عايز يتشحن ليه؟ الرابع الرابع. لا الرابع لا. استنى مين استنى مين. يا إلهي ايه يا جدعان ده؟ يلا بينا. اهم حاجة خد التفاح ده والتفاح ده وخد الصندوق ده والدرع ده. هما يضربوا بعض.
لا تربو تربو طفى عليا. استنى مين ما تخبطش في الدرع بتاعي، مين ما تضيعهوش. استنى استنى يا جدع، يا سلام. انا ده وانا الرابع ازاي دي؟ انا ثبت اي حاجه بسرعه عشان السرعه راحت مني. ايه يا عم الدروع دي كلها يا عم؟ ما شاء الله. روح فين طيب؟ امشي. ايه ده انا التالت مش الرابع؟ ايه ده في حد مخفي ولا ايه؟ اوه في زجاج مخفية، او مش يعني مش مخفية، هي مش باينة. امين الاول يا ولد، عاش جدا. ليه نطيت كده؟ لا خالد لبس. دي المشكلة بقى. فرعتش فيك يا جيمر. ماشي. ايه ده؟ ما تخلينا بقى الاول يا امين. ايه ده؟ ده خلاني الاول. هو وقع ولا انت وقعت نفسك؟ لا قول الامانه، انت وقعت ولا انت خليتنا بقى الاول؟ عامر خبط فيا، كان معاه ايه طيب؟ يعني خبط فيك من غير ما يضربك ولا سلاح؟ يا عم انا التاني كده، هيبقى تعادل برضه. تيني تيل نحسم بيه يا عم. حط الانابيب، انابيب رو من غير جليتشات. طيب يلا بينا. ماب حاسم، ماب حاسم عشان تعادل انا ولا انا وعبود، انا واحمد الجوكر. نمشي بسرعه بدل ما ينزل يفرقع فيا تاني. كل واحد فينا 52 نقطه، فعملنا ماب حاسم. يا سلام يا رخم. تعال تعال تعال، تنافس معاك انت اساسا. ايوه كده مش مشكله. الواد ده معاه بردوجه ولا ايه؟ ده الاول والتاني تعادل اهم، برضه فرق بينهم نقطه. الولد بتعمل ايه يا خالد؟ هو بيجي لي سرعه. طيب ما بترميش حاجه يا عم. كهرباء. انا بعيد انا بعيد. الله 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 يا عبود. يا جيمر اياد ما تعملش حاجه. يا اياد ما تعملش ايه ده؟ احمد، احمد جاله بردوجه حرام. يلا يلا يلا. ايه امين على طول معاك بردوجه كده يا اخي؟ على طول كده مش عيب. احمد سبعة وخد. اقول لك اللفه الاخيره حرام. منبه يلا بسرعه يلا يا عم، خلاص كفايه صواريخ يا عم. منبه وكهربا بسرعه حرام.
عاش يا احمد، 7 هو المركز الاول كده في النقاط. عاش يا عبود على المركز ايه ده ايه ده، استنى بقى نشوف النقاط دلوقتي عامله ازاي. الاول 59 نقطه، احمد 7 اخيرا جاب مركز اول في نظام نقاط، حيوه يا جدعان. تاني تربو 56 نقطة، التالت عبود 55 نقطة، الرابع جيمر 50 نقطة، الخامس أمين 39 نقطة، السادس والسابع تعادل، إياد وخالد 37 نقطة، والثامن عامر 19 نقطة. تمام كده انتهى نظام النقاط الأولاني، ونبدأ في نظام النقاط الثاني، مين عايز يدخل معانا؟